بمشاركة أكثر من 200 مدرسة من البنين والبنات، أقيمت بطولة لكرة القدم لخماسي الكرة وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الرياضي، فضلاً عن حضور مدراء المدارس وأساتذة مادة التربية الرياضية. البطولة شهدت مشاركة 7 محافظات لتنتهي بفوز إعدادية القدس للبنات التابعة لمحافظة كربلاء. أقيمت بطولة كوكاكولا بالتعاون مع وزارة التربية المديرية العامة للتربية الرياضية. هذه البطولة لأول مرة تقيم بالعراق على مستوى البنات، كانت مسبقاً مع البنين مدة 3 سنوات، فبدأت هذه البطولة على مستوى بغداد. شاركت 6 تربيات على مستوى كل تربية 10 مدارس، تأهلوا على التصفيات، صعدوا 6 مدارس، النهائي صعدوا على 2 تربيات، وبالنتيجة هي صعدت الرصافة الأولى، الرصافة الثالثة والرصافة الثانية. الحصيلة النهائية هي فوز الرصافة الثالثة على الرصافة الثانية، وهذا تعتبر هاي بطولة يعني إنجاز للمنتخبات المدرسية ولصعودها إلى المنتخب الوطني. جرت بطولة كوبا كوكاكولا لكرة القدم لخماسي الكرة للمرحلة المتوسطة بنين وبنات في محافظة بغداد ومحافظات الجنوبية والوسطى، وكانت البطولة على مستوى جيد جدا، حيث كان التنظيم رائع في مباريات الافتتاح وكذلك مباريات الختامية، والأجواء كانت مناسبة جيدة جدا، وهذا وانتهت المباراة على خير، وترشح فريق متوسطة القدس من محافظة كربلاء على مرحلة البنين، ومتوسطة تربية الرصابة الثالثة من بغداد على المباراة النهائية. بطولة كانت ناجحة، اشتركت بها مجموعة من المدارس تجاوزت 200 مدرسة من كافة المحافظات، تقريبا أعتقد 7 محافظات بنين وبنات. فريق تربية الرصافة الثانية وصل للمباراة النهائية لكنهم ما توفقنا، وهي حال كرة القدم، خسرنا بالجزاءات من فريق القدس من محافظة كربلاء. نقول مبروك لمحافظة كربلاء والفريق مدرسة القدس، وهارد لك لمدرسة الإدريسي من تربية الرصافة الثانية. بطولة كوبا والتي انطلقت برعاية مباشرة من شركة كوكاكولا تميزت بحسن التنظيم وشدة المنافسة بين المدارس المشاركة، والتي أتاحت الفرصة لكلي الجنسين المساهمة بالبطولة، والتي تعد فرصة للترويح عن النفس والتخفيف من ضغط الدراسة. أشكركم وأشكر قناتكم الموقرة اللي شاركتنا بهذا المهرجان اللي صراحة رائع، هو من نوعه، وأنا أول سنة أشترك به. يعني مثل ما قال الأخ في البداية أنه أول سنة يشاركون به البنات، شارفة شيء يعني مو طبيعي، طلع الطالبات وموهبتهم، بيّن كل طالبة موهبتها وحبها للرياضة. يعني لعبة بأجواء تختلف عن أجواء المدرسة اللي نلعبها بساحات مكشوفة وساحات مدرسة، لا شفنا جو جديد، يعني ممارسة كلش حلوة. وإحنا نشكر الشركة اللي قامت بهذا العمل يعني، وإن شاء الله نتمنى من باقي الشركات همين تشوفهم وتساهم مثلهم وتنمي قدرات الطالبات، خصوصاً بهيك عمر يحتاجون إلى هيك مواهب، يحتاجون إلى هيك مساهمات حتى يعني نقدر نكتسبهم للأحسن. سجا قاسم لاعبة المنتخب، شاركنا بهاي البطولة كوكاكولا من مدارس، لعبنا ويا المدارس أخذنا المركز الأول، وانا امين بلعبة كوكاكولا اخذنا المركز الاول. كان تجمعنا بمدرستنا، كان مدربين ستروا ست ناديه، استاذ محمد لفته، محمد عبد الزار، استاذ فائق، واخذنا المركز الاول بهذه البطوله الحمد لله. حماسة ومنافسة على أشدها بين الفرق في جو رياضي للساحرة المستديرة، لكن هذه المرة ليست لنجوم الكرة بل لطلاب المدارس لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم الرياضية.